بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب والطالبات، سويا لنبدأ معا في المحاضرة رقم 15، مساق مبادئ محاسبة واحد. كنا توقفنا في المحاضرة السابقة عند موضوع المعالجة المحاسبية للمسحوبات الشخصية التي تتم من قبل صاحب المشروع على شكل بضاعة، بمعنى أن صاحب المشروع لا يقوم بالسحب أموال نقدية من الخزينة، وإنما يقوم بسحب بضاعة. وذكرنا في المحاضرة الماضية أن لإجراء القيود المحاسبية لعمليات السحب للبضاعة تأخذ إحدى طريقين: الطريق الأول وهو أن تقوم المنشأة بتسجيل قيمة هذه المسحوبات على أساس سعر الشراء، يعني بالسعر اللي اشترت به هي أساساً البضاعة. وجهة النظر كما ذكرنا أن المنشأة لا يمكن أن تربح من نفسها، باعتبار أن صاحب المشروع هو نفسه صاحب الشخص الذي قام بسحب هذه البضاعة. وجهة النظر الأخرى أو الطريقة الأخرى أن نقوم بتسجيل هذه البضاعة المسحوبة على أساس سعر البيع، يعني المنشأة تتعامل مع صاحب المنشأة نفسه وكأنه شخص آخر قامت ببيع بضاعة له. وهذه وجهتي النظر المحاسبة المقبولة. وبالتالي حتى نفهم طبيعة القيود المحاسبية الآن نحاول أن نأخذ مثال عملي. سحب صاحب المشروع بضاعة لأغراضه الشخصية وتم تقييمها بسعر التكلفة على أساس مبلغ 700 دينار. المطلوب الآن تسجيل القيد اللازم في هذه الحالة مباشرة. عارفينه في حالة المسحوبات الشخصية دائما الطرف المدين من القيد هو المسحوبات الشخصية، يعني زي حساب مدينون، ولكن المدينون زي ما انتم عارفين. ليه ما بنقولش مدينون؟ لأن المدينون هي في علاقة المنشأة مع الغير بتنشأ المدينون، بس هذه علاقة المنشأة مع صاحب المنشأة. وبالتالي حتى نميز طبيعة القيد المحاسبي قلنا من حساب ايش؟ المسحوبات الشخصية. طب الطرف الدائن من القيد هو حساب المشتريات، ليش؟ علشان نخفض حساب المشتريات، لأنه حساب المشتريات لما اشترينا بضاعة، اشترينا هذه البضاعة وسجلناها بحساب مشتريات، الآن جزء من هذه البضاعة أخذ صاحب المشروع، وبالتالي كأني أنا ما اشتريتش من البداية، بجعل حساب المشتريات دائن، وهي الحالة الوحيدة الشاذة التي يظهر فيها حساب المشتريات حساب طبيعته إيش؟ مدينة دائنة. وبالتالي طبعا حساب المشتريات طبيعته مدينة، لما أقول إلى حساب المشتريات يعني بخفض الرصيد حساب المشتريات. لكن لو احنا فكرنا بأن ننتهج الطريقة الأخرى وهي أن نسجل قيمة هذه المسحوبات على أساس سعر البيع، وبالتالي القيد المحاسبي اللازم في هذه الحالة هو نفس القيد المحاسبي، ولكن أمر احنا الآن كأنه بعنا لشخص آخر. لو انت كمحاسب في شركة وبعت بضاعة لواحد بالدين، هتعمل قيد محاسبي مباشرة، هتقول فيه من حساب المدينين إلى حساب المبيعات. ولكن كما ذكرت لكم لا نقول حساب المدينين، لأنه لا نتعامل مع الشخص صاحب المنشأة كأنه شخصية غير المنشأة، نحاول دائما أن نكسبها اسما جديدا، فاتفقنا أن نكون دائما الطرف المدين المسحوبات الشخصية. كل ما في الأمر الآن أننا نقوم بوضع الأرقام من المسحوبات الشخصية إلى حساب المبيعات. ليش حكينا إلى حساب المبيعات؟ لأنه حملنا صاحب المنشأة قيمة البضاعة المسحوبة محسوبة على أساس سعر البيع، وبالتالي يصبح القيد المحاسبي من حساب المسحوبات الشخصية إلى حساب المبيعات. بتلاحظوا حساب المبيعات دائن وحساب المسحوبات الشخصية حساب مدين، دائما يظهر مدين. كل ما في الأمر اختلفنا في وضع الأرقام
قلنا مسحوبات شخصية بتكون مدينة، والمبيعات بتكون إيش؟ دائنة بقيمة سعر البيع. الآن إن شاء الله بننتقل لموضوع آخر أيضا في إطار المعالجات المحاسبية للعمليات المالية والرأسمالية، هنتكلم عن حاجة اسمها القروض. ما هو القرض؟ القرض هو عبارة عن مبلغ بحصل عليه الشركة، بتحصل عليه الشركة من البنك أو من أي جهة أخرى. وبالتالي غالبا أصحاب المشاريع يلجؤون إلى الاقتراض من البنك. لماذا يلجؤون إلى الاقتراض من البنك؟ بتكون عندهم مشكلة في السيولة، يعني بمعنى إن هم باعوا كتير بضاعة ولكن لم يستردوا قيمتها لأنه باعوها على الحساب أو على الأجل، وبالتالي احتاجوا سيولة. قد يكون لدى المنشأ صفقة مجدية، بضاعة بدهم يشتروها بسعر مخفض، بدهم يستوردوا بضاعة، عندهم توسع في أعمالهم، فتضطر هذه المنشأة أن تلجأ إلى البنك للحصول على إيش؟ على قرض. وبالتالي القرض اللي بتحصل عليه المنشأة من البنك يعتبر البنك في هذه الحالة إيش؟ هو اللي قدم للمنشأة الفلوس. يعني زي ما إنها أنت كده تروح على البنك تقترض من البنك، فأنت طبعا الشركة بدك تخلي البنك هو دائن بقيمة المبلغ اللي اقترضته منه. طب وين نروح في الفلوس اللي أخذناها من البنك؟ إما أن نضعها في صندوق المشروع أو خزينة المشروع، أو نبقيها في حساب الشركة لدى البنك. بمعنى آخر إنه البنك لما يعطيني القرض هذا إنه بده يكون البنك هو الدائن، يعني قرض البنك بده يكون هو الدائن، لأن أنا بدي أسد هذا المبلغ، والطرف المدين من القيد بده يكون إما حالتين. الحالة الأولى إذا أوضعت أو دعت هذه الأموال في خزينة المشروع بكون حساب الصندوق هو المدين لأنه أخذ الأموال، وإذا حطينا اللي بأموال هذه في نفس البنك بس إلي في حسابي بجعل البنك أيضا هو المدين بديلا عن الصندوق. طبعا البنك بيحسب فوائد في هذه الحالة. الآن المعالجة المحاسبية بتتم بالشكل الآتي: لما نحصل على قرض هنقول من حساب البنك أو من حساب الصندوق إلى حساب القرض. طبعا هذا القرض اللي هنا، هذا القرض هو قرض البنك، يعني قرض البنك معروف القرض لمين؟ يعود إلى البنك. وبالتالي الطرف المدين من القيد من حساب البنك إذا أودعنا هذا القرض في حسابنا عند البنك نفسه، أو أخذنا الأموال وحطناها في صندوق المشروع، الطرف الدائن من القيد هو حساب القرض باعتباره إيه؟ زي دائنون يعني. لكن قرض مين؟ هو القرض من حصلنا عليه؟ حصلنا عليه فرضا من البنك أو بنك فلسطين. الآن المرحلة الثانية، البنك بده يطالبني بدفع الفوائد مقابل القرض اللي تحصلت عليه، وبالتالي هذه الفائدة تقوم المنشأة بدفعها، وهي تعتبر في هذه الحالة كمصروفات تكبدتها المنشأة. وبالتالي نقول من حساب مصروفات الفائدة أو من حساب فائدة القرض أو مصروفات فائدة القرض، دائما حساب المصروفات بيكون مدين، خذوا قاعدة من هنا فصاعدا، دائما حساب المصروفات مدين وحساب الإيرادات دائما دائن. الآن لما ندفع قيمة الفائدة هنقول من حساب مصروفات الفائدة. طب لمين هذا المبلغ مستحق؟ لمين؟ مستحق للبنك. أصبح بسجل هذه الفائدة لصالح البنك، وبالتالي بقول إلى حساب البنك، زي كأنه بنقول إلى حساب الدائنون، يعني بسجل مبلغ إيش؟ لصالح البنك، لأنه البنك بده مني إيش؟ قيمة هذه الفائدة. ثم بعد الحصول على هذا القرض ودفع الفوائد المترتبة عليه، لابد من أن تقوم المنشأة بتجميع الأموال لديها وسداد قيمة القرض حسب الاتفاق اللي بيتم بين المنشأة وبين البنك. وبالتالي عند دفع المبلغ هنقول من حساب القرض إلى حساب البنك، يعني القرض اللي كان دائن بنخليه مدين، والبنك اللي كان مدين بنخليه دائن، يعني كأنه إيش؟ كأنه إحنا خصمنا من حسابنا وسددنا قيمة إيش؟ هذا القرض. مشان نفهم الموضوع بشكل عملي وبالأرقام، نحاول الآن إن شاء الله نأخذ المثال التالي. بقول لك اقترضت محلات السعادة من المؤسسة الوطنية للإقراض مبلغ 4000 دينار نقدا بتاريخ 1/5، تم حصول على هذا القرض، ولمدة هذا القرض كان شهر. سددت محلات السعادة الفائدة المستحقة على القرض وكانت 45 دينار، كما سددت القرض في تاريخ استحقاقه بموجب شيك، يعني قالت للبنك خد شيك يا بنك. فالبنك طبعا بياخذ الشيك وبخصم على حساب الشركة.
الآن المطلوب تسجيل القيود المحاسبية في هذه الحالة. هنقوم بعمل القيود التالية. أولاً، عند حصول الشركة على القرض على طول، هي أخذت قيمة القرض نقداً، أصبح أودعت المبلغ وين؟ في صندوق الشركة أو في خزينة الشركة، وبالتالي بكون القيد المحاسبي من حساب الصندوق أو من حساب الخزينة إلى حساب قرض البنك أو حساب القرض. الآن الشركة ملزمة بدفع الفائدة، هتقول من حساب مصروفات الفائدة إلى حساب الصندوق قيمة 45 دينار تدفع قيمة الفائدة اللي مستحقة على هذا القرض. ثم بعد كده إيش بنعمل؟ تقوم الشركة حسب اتفاقية القرض بسداد قيمة هذا القرض، وبنقول القيد المحاسبي من حساب القرض إلى حساب البنك، يعني نجعل القرض مدين والبنك بنخليه إيش؟ دائن. بعد هذا الشرح الآن بننتقل لموضوع جديد، وهو يتحدث عن المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية. يعني في عندي مصروفات، إما أن تكون هذه إيرادية أو تكون هذه المصروفات طبيعتها رأسمالية، وضروري نفهم الفرق بين اثنين لأنه بترتب عليه قيود محاسبية مختلفة. ما هي المصروفات الإيرادية وما هي المصروفات الرأسمالية؟ المصروفات الإيرادية هي عبارة عن مصروفات يستفاد منها للسنة الحالية وتساهم في تحقيق الإيراد، مثل الرواتب، الخدمات، الكهرباء، المية، الهاتف، الإعلان، مصاريف النقل، مصاريف المواصلات، مصاريف الدعاية، عقود محاماة، مستشارين. يعني كل المصروفات الإيرادية هي المصروفات التشغيلية التي تحتاجها المنشأة. إحنا منشان نعمل منشأة، نعمل شركة، نعمل كذا، لابد أن يكون لدينا جزء من تكلفة هذه المنشأة إن تقوم بدفع المصروفات، تدفع مصروفات كهرباء، مصروفات مياه، مصروفات هاتف، مصروفات أجور نقل، إعلان، دعاية، قرطاسية، يعني كل هذه أنواع معينة من المصروفات. وبالتالي هذه المصروفات تسمى مصروفات إيرادية. لماذا؟ لأن هذا المصروف الذي تم دفعه هو كان سبباً في تحقيق الإيراد. بمعنى آخر أن الشركة دفعت هذا المصروف لأجل تحقيق الإيراد. لأنه تصور واحد الآن بدفع رواتب، ماذا يتوقع من الشخص اللي أخذ راتب؟ أنه يشتغل وينتج، وبالتالي بصير عندي منتجات، بنبيع المنتجات. اشترينا مثلاً، دفعنا مصروفات صيانة آلات. طيب لو ما دفعناش مصروفات صيانة الآلات، الآلة مش هتشتغل، هتكون عاطلة عن العمل، وبالتالي الآلة مش هتكون منتجة، وبالتالي مش هتكون في عندي إيراد. فالمصروفات الإيرادية هي المصروفات التي تكون سبباً في تحقيق الإيراد. بمعنى أنه أي مبلغ تدفع الشركة يفترض أن يكون هذا المبلغ له دور في تحقيق الإيراد. دفعنا مصروفات نقل سيارات عشان نجيب الموظفين ونجيب العمال. طب وين وايش مصروف إيرادي؟ نعم مصروف إيرادي، لأنه لو فيش سيارات تنقل الموظفين مش هيشتغلوا، مش هيشتغل المصنع، ما فيش إيراد. دفعنا مصروفات دعاية كان ما بعناش مثلا فرضا، وبالتالي ما فيش إيراد. دفعنا كل هذه المصروفات هي سببا في تحقيق الإيراد. الآن مشان نرسخ هذا المفهوم نقول المصروفات الإيرادية هي المصروفات التي تدفعها الشركة لأجل إيش؟ تحقيق الإيراد. لهذا السبب سميت مصروفات إيرادية. لكن أحيانا ممكن تدفع الشركة مصروفات وما تحققش إيراد، هذا خلوه موضوع استثنائي إحنا بناش تحدث فيه الآن. إنما بالشكل عام أن المصروفات الإيرادية هي المصروفات التي تنفقها الشركة مستهدفة تحقيق الإيراد. مثال على ذلك من حساب مصاريف الهاتف إلى حساب إيش؟ الصندوق أو الخزينة. أما المصروفات الرأسمالية فهي المصروفات التي تحمل على قيمة الأصل. يعني أصبح المصروفات الرأسمالية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقيمة الأصل. إيش يعني قيمة الأصل؟ اشترينا سيارة، يا ترى هذه السيارة مصروف إيرادي ولا مصروف رأسمالي؟ مصروف رأسمالي. ليه؟ لأنه هذه السيارة مش حتموت وتفنى وتستهلك خلال عام، وهذا قلنا معيار التفرقة، إن بيستمر إيش؟ المصروف الرأسمالي بيستمر عمره أكثر من سنة. يعني المصروف الرأسمالي بعبارة أخرى هو عبارة عن الأصول الثابتة؟ نعم، الجواب صحيح.
المصروفات الرأسمالية هي نفسها الأصول الثابتة. طب ليش بقول عنها مصروفات رأسمالية؟ هذا المحاسبين بقول عنها أصول ثابتة، بقول عنها مصروفات رأسمالية، اثنين هما نفس المعنى. طيب اشترينا مبنى فرضا، والمبنى بيحتاج صيانة. أول ما نشتري المبنى حنقول من حساب المصروفات الرأسمالية أو من حساب الأصول إلى حساب الصندوق، ولكن هذا المبنى يحتاج إلى ترميم. والله ترميم جزئي، فيه شوية حاجات بسيطة وبكلف تكلفته مش عالية ولا يحدث أي تغييرات جوهرية في قيمة الأصل، بنعتبر هذا المصروف إيش؟ مصروفات صيانة عادية. ولكن لو دفعنا فلوس كتير فيه وأدى هذا المبلغ إلى إطالة عمر الأصل، فهنا بيعتبر هذا المصروف هو مصروف رأسمالي. ولما نقول مصروف رأسمالي يعني بحمل قيمته على إيش؟ على حساب الأصول الثابتة. الآن صارت واضحة عندنا الفكرة، إيش الفرق بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية. الآن بيحاول هنا يحط لنا تمييز وعناصر من خلالها إحنا يا أعزائنا الطلاب والطالبات إنه نميز بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي، وضروري نفهموا هذا. أول فكرة في الموضوع قال لك بعدة معايير، مش نميز بين هذا وبين الآخر، لابد أن ننظر إلى معايير التمييز. أول معيار من معايير التمييز وهو إيش؟ الفترة الزمنية، يعني يا ترى هذا المصروف هل يستفاد منه أكثر من سنة؟ إذا يستفاد منه أكثر من سنة فهو مصروفا رأسماليا، ولو كان أقل من ذلك فهو مصروفا إيراديا. يعني المعيار الأول للتمييز بين المصروف الإيرادي والمصروف الرأسمالي معيار الفترة الزمنية، إذا كان مدته بيستفاد منه أكثر من عام مصروف إيش؟ رأسمالي، وإذا كان مدته أقل من عام فترة الاستفادة منه يعتبر مصروف إيش؟ إيرادي أو مصروف تشغيلي. ثانيا معيار العمر الإنتاجي، يعني يا ترى هل العمر الإنتاجي لهذا الأصل الذي قمت بإجراء صيانة عليه هل مثلا غير كتير في حياة الأصل؟ زي ما جينا سيارة كده ورحنا بدنا نعملها إيش؟ نعملها مطور عمره كامل، نغير المطور، يعني غيرنا الجزء الأعظم من السيارة، المطور وتكلفته عالية، وهو بدون مطور السيارة ما بتشتغلش، وبالتالي تغيير المطور في السيارة خلقنا جسم جديد كأنه لأول مرة، وبالتالي يسمى مصروف إيش؟ رأسمالي. لكن دفعنا مصاريف وقود، مصاريف بنزين، مصروفات صيانة بسيطة، غيرنا عجل، عملنا بنشر، عملنا تغيير زيوت، غيرنا فلاتر، يعني قطع بسيطة جدا تعتبر مصروف إيرادي. ليه؟ لأن عمر الزمن يفترض أقل من عام. ولكن لو أدى هذا الأمر إنه العمر الإنتاجي لهذه السيارة زيد، فالتالي يعتبر في هذه الحالة مصروف إيش؟ رأس مالي. المعيار الثالث معيار الطاقة الإنتاجية. إيش الطاقة الإنتاجية؟ يعني الطاقة الإنتاجية بتزيد. مثلا أنا عندي اليوم بأخرة، هذه البخرة عملتها صيانة كلفتني 1,000,000 دينار. طب يا ترى 1,000,000 دينار هذه كتيرة، هل اعتبرها مصروف إيرادي ولا مصروف رأسمالي؟ ممكن هذا المبلغ مش هو الأساس في المعيار إنه المبلغ كبير أو صغير، لا، أنا بدأت أنظر يا ترى هل هذه عمرة دورية سنوية أنا بجريها، لأنه مثلا الباخرة ثمنها مثلا 100,000,000 وأنا دا أصرفت 1,000,000 في سنة معينة مشان أعمل صيانة، تجديد لبعض القطع، تغيير مثلا أشياء معينة مشان الباخرة ما توقعش في البحر، ما تصيرش في مشاكل، وبالتالي إيش الطاقة؟ هل الطاقة الإنتاجية وسرعة الباخرة زادت؟ والله هي رجعناها إلى حالتها الأصلية مثلا، وبعدين هذه المصروفات كانت ضرورية لأنه استهلكت مثلا بفعل الزمن. هنا من معيار التفرقة إنه نشوف يا ترى هل زادت الطاقة الإنتاجية أم الطاقة الإنتاجية كما هي. زاد قدرة الإنتاجية وخلاها فعلا يعني كأنها جسم جديد لأول مرة تعتبر مصروفات رأسمالية، إذا كانت عبارة عن صيانة عادية بصرف النظر عن ارتفاع المبلغ تعتبر في هذه الحالة مصروفات إيش؟ رأسمالية. يعني العبرة إنه إذا كان مصروف رأسمالي بيكون هذا يؤدي إلى إيش؟ زيادة الطاقة الإنتاجية، وإذا كان مصروف إيرادي بيكون هو مصروف صيانة عادية. معيار الأهمية النسبية، طبعاً بنقارن قيمة المصروف بقيمة الأصل، والله لقينا قيمة المصروف تشكل مثلاً مبلغ معين، نسبة معينة،
حسب المعايير الدولية مفروض ما تجاوزش 10%، إذا جاوزت 10% بتعتبره إيش؟ مصروف رأس مالي، إذا كان أقل من 10% منسوبا إلى قيمة أصل بتعتبره مصروف إيش؟ إذا كان أقل من 10% بتعتبره مصروف إيرادي. الآن إحنا بلزمنا كمان نتعرف على حاجة في المحاسبة اسمها جرد المصروفات وجرد الإيرادات، موضوع تاني. الآن إيش يعني جرد المصروفات وجرد الإيرادات؟ طبعاً هنأخذ أمثلة في كل العمليات هذه، بس الآن ننتقل، خلينا إيش نستمر في الشرح. جرد المصروفات والإيرادات المقصود بمبدأ الاستحقاق، يعني إحنا منشان إحنا نجرد المصروفات والإيرادات لازم نتبع المبدأ المحاسبي اللي حكينا عنه في بداية محاضراتنا، وهو مبدأ المقابلة. ومبدأ المقابلة هو من المبادئ الأصيلة في المحاسبة، بمعنى أنه إحنا الآن في عنا مبدأ اسمه مبدأ المقابلة. ما هو مقصود بالمقابلة؟ المقصود بالمقابلة هي مقابلة الإيرادات بالمصروفات. مقابلة الإيرادات بالمصروفات بمعنى أنه لما يكون في عندي إيرادات يجب أن يكون لدي مصروف. كيف يعني؟ مقابلة الإيرادات بالمصروفات، يعني المحاسب بيجي في نهاية العام وبشوف إيش يا ترى عنده إيرادات تحققت، ثم بعد ذلك بسأل نفس السؤال التالي: ما هي المصروفات التي كانت لها دور، كانت لها سبب في تحقيق هذا الإيراد؟ وبالتالي بصير عندي مبدأ المقابلة، إيرادات موجودة هنا ويقابلها مصروفات من الناحية التالية، هذا بسموه مبدأ المقابلة. حتى يكون مبدأ المقابلة سليم ويتحقق بشكل جيد، لابد في هذه الحالة من إيه؟ إنه إحنا نبحث عن أساس نستند إله في عملية هذه المقابلة. أفضل أساس نستند عليه في عملية تحقيق المقابلة ونجاح هذه المقابلة أن نقوم بتطبيق أساس الاستحقاق. إيش معنى أساس الاستحقاق؟ يعني إحنا بنسجل الإيراد اللي إحنا أخذناه سواء بخص السنة الحالية أو بخص إيه أو استحق بخصنا حاليا، أو إحنا إيه مدامه بخصنا خلال السنة هذه بدنا نسجله سواء قبض المبلغ أم لم يقبض. يعني اليوم أنا مثلا عندي إيجار، أجرت مخازن، والشخص اللي تأجر مني المخازن ما أعطاني إيش قيمة هذا الإيجار، لكن أنا يستحق أن أخذه، فبسجل إيراد عندي لكن ما قبضت المبلغ، بسجل عندي إيراد وبسجل في الطرف الثاني أنه هناك مبلغ مستحق على فلان الفلاني. ليه؟ لأنه مشان فعل مبدأ المقابلة اللي وفق أساس الاستحقاق. أساس الاستحقاق إيش بقول؟ بقول أساس الاستحقاق بدك تسجل كل إيراداتك سواء قبضت أم لم تقبض، ثم أيضا نقوم بتسجيل كل مصروفاتنا سواء دفعت أم لم تدفع. وكيف نعالج قضية القبض أو قضية الدفع؟ هذه بتتم من خلال إجراءات قيود محاسبية هنتعرف عليها الآن. طبعا مشان نقدر نتعرف على هذه العمليات المحاسبية لابد من إجراء حاجة بسموها التسويات الجردية. والمقصود بالتسويات الجردية أنه إحنا في نهاية كل عام لما نقوم بإعداد المركز المالي أو الحسابات الختامية لأي شركة معينة، لابد في هذه الحالة من إيش نعمل؟ لابد أن نقوم بإعداد ميزان مراجعة. ميزان المراجعة هذا اللي موجود معاي الآن أنا هو عبارة عن ميزان مراجعة مبدئي استخرجت بياناته وأرصدته من دفتر الأستاذ العام، وبالتالي لكن هذه الأرصدة ليست حقيقية. ليه؟ لأنه بتحتاج إلى عملية جرد، عملية جرد مشان نتأكد يا ترى هل إحنا حسبنا كل مصروفاتنا؟ هل إحنا سجلنا كل إيراداتنا بشكل سليم ولا لا؟ هذا هو المطلق عليه التسويات الجردية. وبالتالي التسويات الجردية تؤدي في النهاية إلى تعديل بعض الأرقام الموجودة لدي في السجلات. الهدف من ذلك أن نقوم بتحميل السنة المالية بما يخصها من مصروفات وما يخصها من وين؟ من الإيرادات. هناك تظهر لدينا حاجة اسمها مصروفات مدفوعة مقدماً، يعني هي المصروفات اللي تدفعها الشركة بشكل مقدم. مثلاً الشركة
قامت بدفع مصروفات، ولكن هذا المصروف ما يتعلق بالسنة الحالية، يتعلق بسنتين أو ثلاثة بالأمام. يعني مثلا إحنا شركات أجرنا محلات، أجرنا مخازن، وبندفع الإيجار. صاحب المخازن اشترط علينا إنه ندفع له إيجار لمدة سنتين، مش راضي خلص، هو مصر ندفع له إيجار لمدة سنتين، وبالتالي دفعت الشركة المبلغ الإيجار لمدة سنتين. في هذه الحالة هذا المبلغ المدفوع يتعلق منه جزء بالسنة الحالية يعتبر مصروفات، أما ما تم دفعه عن سنة قادمة حنسميه مبلغ إيجار مدفوع مقدم، يعني بسميه حساب أصل إيجار مدفوع مقدم. وبعدين بحمل السنة المالية تبعتي بقيمة هذا المصروف الآن إن شاء الله. طيب نتوقف هنا عند هذا القدر لشان نعطي المحاضرة فرصة ترتاحوا شوية، ونبدأ بعدين بالمحاضرة الثانية ونشوف كيف القيود المحاسبية في معالجة المصروفات المدفوعة مقدما. شكرا لحسن استماعكم.